رضوان الشاح أو صائد الساحرات، بين عشية وضحاها أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد الفيديو الذي سجله وأحدث ضجة كبيرة. التقيناه ليقدم لنا بعض التوضيحات. سي رضوان، شنو هاد الروينة اللي درتي في المريض؟ توكلت على الله ومعنا الله الحمد لله. هادشي أنايا ماشي يديروا الشهرة وماشي يديروا باش نبان ولا باش نتخلص عليه ولا بنادم يقول لي والله انت معلم درتي هذا الفيديو هذا حنا تنشكروك وحنا لا هادشي انا ديروا لله في سبيل الله. والاغلبيه ديال الناس عندنا في الحومه باش درت هادشي هذا الناس عندنا حماقوا في الحومه، عندنا حماقوا بزاف ولا عندنا الجفاف، الماء ما بقاش يدور عندنا، الخدمه ما بقاش تدور عندنا، كل شيء حماق مسكين. انا جاتني النفس عينا ما نديرو عارضات، عينا ما نديرو بزاف ديال الحوايج باش يحيدوا لنا السيده. انا بالنسبه دارنا تما خلينا هو كريم في حين بيعات، علاش؟ حيت ادينا دراري صغار راسهم ولا طوال مسكين، راسهم طوالين علاش بالحجابات؟ تدير وحده ملي تتبغي تتحصل تدير راسها داخله للحانوت تدخل معها حجابات. السيد راه الناس مرادو والمشاش عندنا تما كنقارضو، ما بقاش عندنا المشاش. كيفاش ما بقاش المشاش؟ خيطوا له تيخيطوا لهم كتخدم بيهم تخدم بهم. فكرون شحال مره واحد نات مره جبت لها غراب هذا قبل ما تشدوا التصوير هذا الشيء، هذا واحد المره عاوتاني ما عتقدات لها الغارد ولا ما عرفتش، جبت لها بلازما وجابت لها الثلاجه وعندي الدليل وعندي كاع الناس تماك في الحومه. اي واحد مشيتي عندها يقول لك هذيك السيده ماشي عندها ديبلوم ديال التداوي بالاعشاب، هذيك السيده تتخرج على عباد الله، تتخرج على عباد الله. انا هادشي هذا ما ديروش الشهره. هي كتخدم بترخيص ولا عندها شي ترخيص؟ ما عندها لا ترخيص لا والو. هادي دابا شي وحده جات عندها يكون شي راجله مثلا يكون راجله شي حاجه جابت ليها شهاده، ما يمكنش شوافه عندها شهاده تداوي بالاعشاب. ورا واحد الفيديو ولكن المهم كنعتذر له، المهم خسرت فيه الهضره، راه في هذوك الحجابات وفي هذاك الشيء. غنوصلوا لهذ النقطه هذه. هاد الشوافه هذه واش هي بديت الحومه شحال ديال المده وهي تما؟ بالنسبه لي دابا انايا عندي 30 عام، انا ساكن تماك 30 عام وشوفوا هي شحال من قبل. حيت عباد الله فين ما تيهضروا على هذا الشيء تيجيو الامن تيقول لك الا ما ديتوش براسكم غادي ندير لكم ولادكم للحبس. حنا ما بقاش غادي ساكنين على هذا الشيء، وانا هذا الشيء هذا ما تنديروش اشهار وما كنديروش زعما باش نبان ولا نتشهر ولا نتخلص عليه، هذا الشيء ما ديروش. انا داير هذا الشيء لوجه لله، حيت عباد الله حنايا شوف دول الاخرين متقفين علينا ما كاينش هذا الشيء هذا، علاش حنايا مكلخين؟ حنا مكلخين وتزيدوا تيكلخونا بهذا الشيء هذا. وحده يلا تتعرف عليها ما كامله السيمانه تتشوفك مرقع شويه خدام كذا راه الشوافه فاتحه، راه الشوافه فاتحه. ما الناس اللي ساكنين تما ما داروش شي شكايات؟ داروا شكايات، داروا شكايات وكل شيء كيهضر كل شيء، وتيجيو الامن تيقول لهم الا هضرتوا راه غادي نديكم ولادكم للحبس. وحنا ما بقاش ساكتين على هذا الشيء، حيت هذاك الشيء في هذاك العهد اللي كنا حنا تنديروا عارضات كنا تنديروا ما كانش هادشي ديال الفيسبوك وما كانش الفيديوهات، كنا حنا فقيرين ما كانش عندنا هذا الشيء. هذا دابا تطورات وبنادم غادي تيتطور، بنادم غادي تيقرا غادي وتيعرف بزاف ديال الحوايج. صافي حتى واحد النهار جات بحال هكا اتفقنا الدراري صافي راه خاصنا نحيدوهم من تما. هذيك المراه مهاديه انا بزاف وفعلا صيفطات لي البارح، هي بنفسها هي وراجلها صيفطوا لي البارح، جا عندي الدري تما مطرود الحومه قال لي مسح هذيك الفيديوهات وتفاصل معاك. هادشي ما دايروش زعما باش تخلصني هي، هي بغات تفاصل معايا، بغات تعطيني قالت لي نعطيك اللي بغيتي هي خليني تماك، انا ما غاديش نخليها تماك واخا نعرف مع شنو نوض عليها. هادشي انا ما عندي، يقول لك بنادم لا داير هادشي ارهاب لا داير هادشي سياسه، انا ما عندي لا سياسه ما عندي لا ارهاب لا حتى شي حاجه، انا غادي داكشي ديال العدل ديال الله. هادشي هذا ربي طوعني حيت وفى الاجل ديالها شحال هي، راه شي 80 عام واقيلا ولا ما عرفتش شحال هي خدامه تما ولا ما عرفتش شحال من عام. هادشي انا دابا عندي 30 عام نفرض شحال تكون خدامه هي، خدامه اكثر من الطبيب على السيرفيس على الدومون فهمتي. على واحد القضيه مهمه كنهضروا عليها بزاف ديال الناس هو كانت واحد المجموعه ديال الاخطاء في الفيديو. تنعتذر سمحوا لي بزاف اللي سمعت خصها الهضره، ولكن راه ماشي لخاطري انا دمي سخون بدون قسم. شوف ديك الحجابات وتنشوف تم الكاس وكاسو مدود حاشاكم ديال الطوال ديال الطوالات، بنادم تيدخل الطوالات تيدير المسائل ديالو كاينه تما صاحبي، كاينه تما فين تما في هذوك العجابات اللي شت لهم هذاك الشيء كاينه تما. حاشاك بنادم تيدخل الطوالات تيدير كاكا وراه بحالو كاك تما، لقيت تما واحد الكاسو لقيتو كامل مدود وعقل ديال بنادم كي غادي يكون. واحد
واحد النقطه اخرى هو انك كتصور عيالات داخلين من الباب ربما داخلين لدارهم ولا شي حاجه وكتقول بلي راهم داخلين عند الشوافه. كاين شي ناس اللي كيقول لك باش عرفتي هذوك الناس داخلين للشوافه ولا داخلين لدارهم تما؟ هذيك دار الشوافه بوحديتها ما ساكن فيها حتى شي واحد، وراجل شنو كتيدير شنو تيدير تما من العيالات غاديين هاربين؟ الراجل شنو تيدير تما؟ يا ما ولات الشعوذه ولاو بزاف ديال الحوايج. دابا هذاك الباب كيدخل للدار ديال ديك الشوافه، ديال الشوافه فقط، وبانيه من اللور، حيت اللور ما عندهاش شي باب اللي غادي تخرج منه، عندها باب واحد من هنايا، حيت تما كاين واحد التيره من اللور، كاين واحد التيره ما عندهاش من غادي تخرج، عندها باب واحد. هذيك الدار يكذب عليك الدار يقول لك لا كاينين الجيران، لا حقا ساكنين الجيران معاها، هذيك دار الشوافه بوحديتها عاد من اللور عندها عند التيره ديال الدار من اللور. ما كانش عندك شي مشكل شخصي؟ ما عندي لا لا ما عندي لا مشكل معاه، ما عندي لا خلاف معاه، لا مصاهره معاه، لا حتى شي حاجه ما عندي معاه. هذيك السيده ما بيني وبينها الخير والاحسان، ولكن ديك السيده تتادي عباد الله بزاف، ادي حومتنا كامله حمقى، حومتنا كامله، حتى شي واحد من راسها داير، كلشي راسه طويل، علاش بالحجابات؟ علاش هذا الشيء هذا؟ علاش حنا ما نتقفوا راسنا نزيدوا قدام؟ انا من هذا المنبر هذا تنقول كاع اللي في حومتي شي شوافه شي شعواده تتادي عباد الله سر بحال هكا، هذه عبره، هذه راه وصى عليها الله، لا يفلح الساحر من حيث اتى، الساحر ما خاصش يبقى. وتهادو مكان الخير الناس واعيين واعيين قاريين متقفين، تتكون دكتوره محاميه بزاف ديال الحوايج تجي عندها. انا ما عمرش شي طوموبيلات واعرين حتى نشوفهم الطوموبيله واعره، عاد من جات عند فاتحه الشوافه، فيراري عاد من جات عند فاتحة الشوافة، كات كات عاد من جات عند فاتحة الشوافة. هاد الطونوبيلات تنشوفهم حنايا في اكشن، تنشوفهم عند الشوافة. سيروان شي كلمة أخيرة تبغي توجهها، خاصة أنك كما قلنا درتي واحد المجموعة ديال الأخطاء. تنعتذر للناس اللي سمعوا هادشي هذا، تنعتذر لهم بزاف، ولكن هادشي هذا راه حميت بزاف ديال الناس، إيوا باش تعرف بزاف ديال الناس كانوا غادي يتأذاو وكانوا غادي يطرا لهم مشاكل، يا اما تشت لهم العش ديالهم، يا اما على الخدمه ديالهم، يا اما يحماقوا، يا اما بزاف. انا هاد الناس درت فيهم خير في سبيل الله، انا ما باغي لا شهره، و تنقول من هاد المنبر هذا لذوك الناس اللي تيحطوا تصاوروا تيقول لك انا هو صيد الساحرات اللي باغي يبان باغي يتصور، انا ما باغيش نبان وما باغيش نصور وما باغيش فلوس. انا هادشي هذا درته لله في سبيل الله، اللهم لك الحمد. المهم انا مبرع راسي، اللهم لك الحمد وربي معايا.